حركة للمخ تجاري عم تطورنا طلنا نسلك سنة بس نجاري كلامي مرتب مصدر من الحواري قانوني اللي يبقى الأقوى المبدأ نابع من البراري قاعد بالخلف في الشاحات جواري بطلنا نتبع وقف عدو هاي لليوم مش داري قاعد بالخلف في الشاحات جواري بطلنا نتبع وقف عدو هاي لليوم دوج الريح ضلك واقف اوعى تغير المسار نار بتحرك اخضر يابس وقت ما تخلص كل عمار تحت الشادر في شب قاعد وين الشمس بعز نهار تحت الشادر في شب قاعد وين الشمس بعز نهار شاف الولد وبركات ملحم قمرين على باب الدور هيك قدامه في طرقان مش عارفينك الشب محتار وين الشب خلي ضاع الشب بالسكه شمال الشب اختار وين الشب خلي ضاع الشب بالسكه شمال الشب اختار هلا اعمل نفسي لا ابالي موضوع كل دقيقه مرمت مره على بالي وركز على نفسي هل اركز على حالي ام اركز على القتلني والقتلني هو الغالي هون كلام لزيادة ماله داعي كلام لزيادة ماله داعي كلام لزيادة ماله داعي الدكتك رامي الدغم الكربه قاعده مع الغوالي انحلت عجب الفيلم حطه براسه فتعلم جديد عالشغلة قعدوا صفار فبلغ طول عمره ساكت هي يتكلم وظني حارق عين الشاكك نار الجنم حضني حارق عين الشاكك ونطفيها من ضر للشارع شارع ضر هيك مقضيها والقصة والله قرفتها هي وكل معانيها بكل اجزائها بكل دروسها كل ما فيها والبتريده مش بالايد قد ما توصل ضل بعيد بالكرتونه لسه جديد اسلم فيكو بيا حديد هل متاكد ايوه اكيد مش رح يفهم كلمة عيد هل متاكد ايوه اكيد مش رح يفهم ارجع عيد عيد القصه 100 مره بتنسى المبدا ضلك برا راسك عالي قد ما توضى كم من عمره قد فضى كم من نبضه له تبقى حسب الوضع الحالي وحظه يبدو انه صاحبك راحت على ايام شبابه والله بدي الريح ضلك واقف اوعى تغير المسار نار بتحرك اخضر يابس وقت ما تخلص كل عمار تحت الشادر في شب قاعد وين الشمس بعز نهار تحت الشادر في شب قاعد وين الشمس بعز نهار شاف الولد وبركات ملحم قمرين على باب الدور هي قدامه في طرقان مش عارفينك الشب محتار وين الشب خلي ضاع الشب بالسكه شمال الشب اختار وين الشب خلي ضاع الشب بالسكه شمال الشب اختار